كنقدم لك الشركه ديال هوبلا موب. هوبلا موب هي شركه متخصصه في بيع الدراجات الكهربائيه والكراء ديالها والاصلاح ديالها، ياك؟ حنا من الشركات الناشئه الجديده اللي كاينه في كازا، كتكري لا تروتينيت الكتريك، ياك؟ هاد لا تروتينيت كضرب 45 كيلومتر في المدى ديالها بان سول شارج، كتشارجيها مره واحده مده ديال 5 سوايع، كضرب لك 45 كيلومتر على حسب العوامل ديال الجو والعوامل ديال الطريق اللي انت غادي فيها، ياك؟ بالنسبه لباش تكري هاد لا تروتينيت هذه، العمليه كدوز عندنا سهله وبسيطه، ونورمالمون كتجي كتقد تكريها عن طريق الانترنت وتعمر واحد الفورمول اللي كاينه في الانترنت وتريزيرفيها، ولا تقد تجي لان بوين اللي هما حنا مركزين عليهم، هما لي بوين بارتنير ديالنا اللي هما بحال اوتيل اونومو، بحال اوتيل اداجيو، بحال شفينجا ماستر، ياك؟ كتجي لهاد لو بوين هذا اللي هو مقهى ولا ريستورون ولا اوتيل، ياك؟ كتكري منه هاد تروتينيت عند دوك الناس اللي هما تما، ياك؟ تيعمروا معاك فورمولير، تياخذوا من عندك لي دوني ديالك، وتيكريو لك هاد تروتينيت بواحد 75 درهم في الساعه ولا 125 درهم في الساعه، باش تاخذ واحد الدوره زوينه في كازا، خارجه بيئيه لاقصى درجه واقتصاديه لاقصى درجه. ما نقدوش نهضروا على الاقتصاد ديالها لانها ما كتستهلك حتى شي حاجه اونيفو ديال الكتريسيتي، ولو ديبلاسمون ديالك تيكون مرتاح لاقصى درجه. كتلقى شويه المشاكل اونيفو ديال الطريق ملي كتكون عامره وهذا الشيء، وان حنا خلقنا هوبلا موب وخلقنا لا تروتينيت الكتريك باش الناس تكريها وتديبلاصا بها في المناطق اللي هي قريبه ليها والحوايج اللي هي قريبه، لي ديستونس بحال ديال 5 كيلومتر 8 كيلومتر 10 كيلومتر 14، ياك؟ كيديبلاصا في هاد البلايص هادو نورمالمون، كيحس بالراحه ديالو نورمال، وكياخذ كياخذ المدينه وكيتيوتيليزي المدينه بلا ما يبقى ديما يهز الطوموبيل، يقد يخلي الطوموبيل ديالو في واحد البلاصه ويستعمل تروتينيت بكل بساطه ويولي يردها لذاك لو بوان ديالها، والعمليه كدوز زوينه ان شاء الله. عدد النقط اللي كاينه دابا نورمالمون كاين واحد 5 نقط اللي هي نقط رسميه، بحال لوطيل اللي كتشوف كنصوروا فيه دابا، بحال اوتيل اداجيو اللي في بيرانزاران، بحال البورغون اللي قريب المسجد الجامع المسجد الحسن الثاني اللي كناخذوا لو تراجي منه تما، وبيان سور عندنا لاجونس في بورغون اللي كنديروا فيها الاصلاح ديال هاد لي تروتينيت هادو، وكنديروا فيها الكراء ديالهم بعدد كبير، كنكريو بعدد كبير للناس اللي كيطلبوا مثلا 20 تروتينيت ولا 30 تروتينيت بور كيلكو شوز. مثلا مؤخرا كنا في الفيستيفال ديال جازا بلونكا، حنا اللي اتيستينا للناس اللي كانوا كيخدموا الفيستيفال، لي ستاف اللي كانوا كيخدموا الفيستيفال تما، عطيناهم لي تروتينيت باش بقاو كيديبلاصاو وكيقضيو الاغراض ديالهم تما. وبالنسبه للمعلومات اخرى اللي نقدمها لك على لي بوين، لي بوين هما في طور الانجاز، لان لي بوين هما سون دي باركينغ انتيليجون سمارت 100%. بالنسبه لهاد لي باركينغ هادو سون انتيليجون، يعني اوتوماتيكمون غيبقى يجي الانسان يسكاني واحد الكود كوير وغياخذ لابليكاسيون اللي عنده تما وغيريزيرفي منها التروتينات وغيخلص وغياخذ التروتينات ديالو ويمشي يتسارى في كازا. هاد لي بوين هادو كنحاولوا نطوروهم من هنا للافق 2024 2025، كنتمناو تكون عندنا واحد 50 نقطه حتى 100 نقطه ولا اكثر ان شاء الله. حنا كنقلبوا دابا على لي بارتنير باش نسينيو معاهم، بزاف لي بارتنير كنحاولوا نسينيو معاهم وباغيين يسينيو معانا ان شاء الله. عدد المهندسين تقريبا ما بين 5 حتى 10 الناس اللي هما خدامين في الشركه، ياك؟ وكاين بزاف ديال لي بارتي ديفيرون، لان كاين لا بارتي ديفيرون اللي كاين بزاف د الحوايج اللي ما نقدش نهضر عليهم دابا.